نعم فبس الجواب. اوكي اوكي جزاك الله كل خير يا اختي، ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. هنرجع بس للدكتور صلاح سلطان ونقول كيف احس ان الله بيحبني. مسألة احساس الانسان ان الله سبحانه وتعالى يحبه ساجد زي ما بيقولوا علامة يعني الحب التيسير، اجد حياته تسير بشكل يعني سهل في مواقع كثيرة يراها الناس صعبة جدا، يجد عنده قبول لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ينزل البلاء وينزل معه الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، تنزل النعمة وينزل معها الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. أول كلمة الإنسان بيذكرها أول ما بيقوم من النوم ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يبدأ حياته يعني مع الصباح بأنه بيدور على الإفطار وبيدور على اللبس وهيجري على الشغل، إنما ذكر الله سبحانه أول ما بيركب في العربية بيفتكرش العربية الجميلة اللي جبتها بعرقي وشقايا، إنه يتذكر سبحان الذي سخر لنا هذا الله وما كنا له مقرنين وإنا يعني إلى الله ربنا لمنقلبون. لما يشعر الإنسان أن الناس تحبه وهذا دليل بالحديث الصحيح ثم يوضع له القبول في الأرض بعد القرار الإلهي أنه يحب فلانا فأحبه أي يا جبريل ثم جبريل في الملائكة، فحب الناس للإنسان أقوى الأدلة على حب الله سبحانه وتعالى للعبد. فتح الله عليك. طيب أخونا علاء من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوك علاء المسكين قريبة الشيخ وجدي غنيم من الكويت. أهلا وسهلا حياك الله. الله بس أنت مش مسكين ولا حاجة والله. الله يستر عرضك ويبارك في أصلك. الله يسعدك يا رب. أنا طبعا حسب معلوماتي أني أنا تارك الأهرامات في مصر بس ما عرفش أنها انتقلت إلى البحرين دلوقتي. الله يبارك لك. والله بسم الله ما شاء الله. الله يبارك في أصلك أنت فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. بمناسبة الأهرامات دي بقى بيقول لك إن أيوه خلاص خليك من السؤال. لو أنا هعرف السؤال ولسه يعني. بقول لك أبو الهول بص للأهرامات فمات من خوفه. ربنا الله يعزك. اتفضل يا سيدي. طبعا أبو الهول ومين خوفه. اتفضل. الله يستر عرضك يا رب. بالنسبة لفضيلة الدكتور أنا كنت عايز أتكلم بالنسبة لي الحب ولكن دلوقتي سؤالي هيكون عن الحجاب والنقاب. أي الفرض وأي السنة وهل النقاب هو الأصل في الشيء وهل ما يحدث للإسلام دلوقتي هو عمل منظم؟ ما يحدث في الإسلام بالنسبة للهجوم ده هل ده عمل منظم ولا دي أمور عشوائية بتحدث في هذا الزمن وهذا الوقت؟ وهل أخبرنا بهذا الأمر من الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي؟ طيب جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير أخوي علاء. لأن تقريبا قربنا على نهاية البرنامج. بارك الله عليك. يعني باختصار شديد جدا جدا النقاب مستحب ومندوب ومستحسن وفضل وزيادة وخير وبركة، لكن ما هوش فرض كما قال بعض العلماء. إنما حتى نختم لأن الحقيقة فوجئنا بأن الوقت دخل. الأخت اللي بتسأل عن صلة الرحم وإن إن إن الرحم بتوعنا ناس يعني مثلا ممكن يكونوا سيئين فيسيئوا إلينا أو زيارتنا ليهم ممكن تصيبنا بأضرار أو كذا، أقول لك باختصار يا أختي وإذا كان في وقت فاضل إن شاء الله بعد إخواننا نضيف الخير، إن في حد أعلى وفي حد أدنى، في حد أعلى وفي حد أدنى. فأدنى شيء أقل حاجة في الرحم عدم القطيعة، لكن الأعلى بقى الزيارات والمودة والمحبة وإنما عندهم نجيب لهم هدايا وهم يجوا يزورونا ونروح نزورهم. لكن لو لقيتي إن الأمر ده زي ما انت بتقولي بقى حيضيرك وحا 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 خليكي في الحد الادنى. ايه بقى الحد الادنى؟ عدم القطيعة. يعني ايه عدم القطيعة؟ يعني لما يجي عيد كل سنة وانتم طيبين، يجي رمضان كل عام وانتم بخير، عندهم حالة مثلا وفاء البقاء لله، عندهم حالة فرح الف مبروك، لكن ما تقطعيش لا يدخل الجنة قاطع. فدي النقطة. ما اعرفش عجالة سريعة اذا كان في حد عنده اي اضافة في الدقائق المعدودة. هو نفس المعنى. جزاك الله كل خير. العرب تقول أو لعله من كلام سيدنا عمر بن الخطاب زور غبا تزدد حبا، يعني تكون هناك زيارات خفيفة لا تسمح بهذا التلوث الذي قد يحدث من بعض الأسر غير الملتزمة التي تريد أن تكره الأقارب أو الأبناء أو الأحفاد على
نمط من الحياة غير إسلامي. لكن إذا استبان بشكل واضح تماما أن هذه الزيارات يكون فيها مثلا بعض الأخوات بتشتكي بتقول بنروح نلاقي فيه خمور ولا يعني هذه الأمور الإنسان ينقطع عنها ويذهب إليهم في وقت آخر ليس مظنة أن توجد هذه المحرمات. لكن القطيعة هذه كما أتفق معك تماما لا تجوز على الإطلاق مع الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض سورة وتقطعوا أرحامكم؟ بالظبط. يعني أنا عايز أقول حتى بالنسبة للجار برضو نفس الكلام. ساعات نسمع الأسئلة دي يا مولانا. يعني جاري زيه مش عارف اديله الحد الأدنى اللي هو عدم إيذائه. للأسف الوقت مر بسرعة جدا جدا. كان نفسنا يكون أطول من كده ونبقى معاكم. لكن في عجالة سريعة جدا زي ما تعودنا في آخر البرنامج. نصيحة بسرعة جدا جدا تنصح بيها. ما هو برضو الدور لسه على دكتور عمر عبد الكريم بسرعة جدا. نصيحتي حقيقة ان احنا نبدأ مشوار التدرج في حب الله تبارك وتعالى. يعني اي انسان بيحب ان يحسن وضعه المادي ويحب يحسن وضعه التعليمي ويحب يحسن البيت اللي بيساكن فيه ويحسن. لماذا لا نسعى الى تحسين علائقنا مع الله تبارك وتعالى بحيث النهاردة تصلي الفرض فقط يبقى صلي الفرض مع نافلة، زود الخشوع، زود البكاء، زود الدعاء. يعني عايزين زودها حبتين يعني. زودها حبات عشان الحب. فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، ولن يكون لن تكون هذه الزيادة في الحب في محبة الله إلا إذا عودت نفسي على حمل هم الإسلام. هذه الكلمات التي أدمت قلوبنا من الإخوة في العراق وتدمينا في فلسطين، إن لم أحمل همهم فليس قلبي مكان للمحبة، لأن محبة الله لن تأتي إلا إذا أحببت عباد الله، وعباد الله بالذات المظلومين، وعباد الله الذين لا نصر لهم إلا الله، وعباد الله لهم إنما المؤمنون إخوة. فأنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من، كيف أحب وأنا لا أحمل هم الإسلام؟ فلنعود أنفسنا وأبناءنا كيف نحمل هم الإسلام. الله يفتح عليك. بارك الله عليكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رحمة الله تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.